السلام عليكم. راح أشرح اليوم كيف نستخرج الأزيموث والألتيتيود، وراح نختار مدينة الموصل لهذه الحالة. طبعا احنا نحتاج الأزيموث والألتيتيود كما تعرفون أنتم يعني مهندسين تبريد وتكييف لإيجاد موقع الشمس وسقوطه على البنايات واكتشاف الظل، وعلى أساسها راح تقدر تصمم الشبابيك والطارمات حتى الساعة اللي ما تحتاج أو اللي ما ترغب تدخل الشمس تعمل على أساسها. أكو أعمدة مع الشبابيك أو رفوف تصممها على أساسها، فلازم تعرف موقع أو الزاوية للأزيموث والالتيتيود. طبعا برنامج الاوتوكاد 2010 يوفر لنا خاصية بهذا المجال، تستخدم طبعا من المهندسين المعماريين كذلك لإيجاد الظل، حتى أنت من تصمم بيت إلى آخره تحسب البيت اللي يمك أو الظل شلون راح يكون بالاعتماد على هذا الأساس، حتى لا تخلي شباك في مكان هو ظل ربما ما يصله شمس. وهي أخطاء كثيرة نلاحظها في تصميم البيوت. أول نقطة، أنا لازم أحاول أطلع عندنا لايت تول بار، أكو تول بار اسمه لايت، فأقف على أي تول بار هذا المؤشر وأكليك يمين وأدور على هذا اللايت تول بار. شوف أنا الساعة موجود عندي، راح احتاج هذا الموضوع. اثنين هو الجيوغرافيك لوكيشن، الجيوغرافيك لوكيشن هو الموقع الجغرافي للمكان اللي انت تريد تصمم على اساسه. في مثالنا هو مدينة الموصل، انا راح اخذ هذا المثال، راح من ادوس تطلع لي هذا الدايلوج بوكس بينه خيارات. عندنا الخيار الأول هو يقول لك a geographic location already exist in the current drawing what do you want to do، يقول لك موجود geographic موقع جغرافي موجود، ايش تريد تعمل؟ edit the geographic location define a new، عندك واحد جديد remove the geographic location. فرضا احنا edit ما راح تدوسه، وحتى اللاخم تقدر طبعا نفس الحالة راح يطلع لك. أنا بالمناسبة مشتغل على يعني قبل على مدينة الموصل، فالإحداثيات اللي عندي تقريبا مدينة الموصل، أفرض أنه ما صحيحة الإحداثيات، راح أجي من يطلع لي هذا الدايلوج بوكس عندي إما أدخل اللاتيتيود واللونجيتيود يعني خطوط الطول وخطوط العرض لمدينة الموصل. لاحظ هون قريبة 33 بوينت كذا، هون 44 إلى آخره. إذا حافظها هنزلها وأوكي، أو أدوس يوز ماب، يوز ماب، ويعني على أساسه أنا راح أغشى. أنا طبعا هون عندنا نورث دايركشن، الأنجل، الأنجل قد تكون إنه أنت تكون في مكان بالنصف الجنوبي من الكرة الأرضية، فتختلف الانجل مالتك 180 درجة لازم تكون. فاجي فرضا اجي على استخدام الخارطة، ادوس يوز ماب، راح تطلع لي خرائط. طبعا انا فرضا خريطة عندي هون الريجن، ويقصد بيها المنطقة، يقصد بيها بالحقيقة لو تجي تشعلك اكو القارات، تقريبا القارات. زين هسه هون انديا كان اعتبرها قارة. زين فاجي العراق يقع في بيا قارة، المفروض يقع في اسيا، لكن عندنا هون يقع في افريقيا، علم جديد في افريقيا، يعطيك خارطة افريقيا. والعراق هون اللي هي طبعا في اسيا، لكن هون ما تلقينه الا افريقيا. راح تجي عندك هذا المؤشر، شوف الزائد، راح تجي تدوس بالماوس على خريطة العراق، راح
يروح يأشر لك، يأشر لك وين؟ على بغداد. بغداد زين، نيرست سيتي، أقرب مدينة. شو اسمه؟ فأنا حتى أطيق أحركه لي فوق شوية اللغة حتى يكون قريب من الشمال من الموصل، لازم أوقف هذا التيك الموجود هون في هذا المربع، نيرست بيك سيتي. أوقف هذا النيرست بيك سيتي زين. هسه أقدر أحرك الماوس شوية لي فوق وأدوس طبعا أوكي. هوني التايم زون أطيق أغيره. طبعا إحنا الموصل وبغداد موجود، بغداد جرينج مين تايم زائدا أشقد زائدا 3، فأدور على جرينج مين تايم. هون طلع لي بغداد حتى التوقيت مال بغداد، وهنا مأشر أوكي. هون يسألني يقول لي تريد تعمل أبديت للموقع لهذا، أقول له أكسبت أبديت أبديت زون زين. هون أحق أطمئن إنه طعاني اللاتيتيود واللونجيتيود. هون الاليفيشن مرات انا اريد الظل على بنايه عائليه، راح انطينه الاليفيشن مالتي ايش قد يكون. احنا طبعا عم نرسم على الارض ما نحتاج. اوكي هسه هاي اول خطوه انا كملته، الجيوغرافيك لوكيشن. تجي الى شغله اخرى هي الايكون اللي يم، هو السن بروبرتيز، مواصفات الشمس شلون راح تكون. راح يطلع لك هذا الجدول التيبل، راح تنزل طبعا هو اللي فوق، راح تنزل الى سن انجل كالكوليتر، فتجي على تاريخ اليوم تبدأ تغير بالتاريخ، تخلي تاريخ اليوم اللي انت هتشتغل بينه شاش قد الى اخره. اخترنا مثلا، اخترنا اي تاريخ، دبل كليك تغير مثلا التاريخ، وخلينا نغيره حتى يصير مثلا على تاريخ احنا عندنا هذا ايلول 2020. نروح الى نيسان، عندنا اليوم نقول 4/5/5 يعني 5 نيسان. لا هذا ايار، ايه هوني قبل 5 اي هذا. دبل كليك نشوف تغير التاريخ، التايم اللي تريده ساعة اشقد مثلا ساعة 11:15 صباحا زين. راح قبل ترش على كوني طعاني الازيموث و الالتيتيود. قبل اغير لكل ساعة واخذ القراءات، بامكان هاي تخفف عليك كل شيء، وانهي الفيديو.